من لالة ترامب إلى مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، هذا هو جي دي فانس، أشد معارضي المرشح الجمهوري قبل 8 سنوات، لكنه اليوم ينال ثقته ويحظى بمنصب تنافس عليه 6 مرشحين آخرين. أنا من الأشخاص الذين لا يؤيدون ترامب على الإطلاق، لا أحبه ولا أستطيع تحمله. من هذه المقابلة التي كان فيها جي دي فانس خريجاً جديداً من معهد الحقوق ومؤلفاً لمذكرات تحدث فيها عن نشأته في أسرة دخلها قليل وغارقة بالعنف والإدمان، إلى رجل أعمال في هذا المؤتمر الضخم. يسير جي فانس على أنغام أغنية أمريكا أولاً بعد أن اختاره ترامب ليخوض معه معركة الانتخابات الرئاسية. أنا متحمس للغاية بشأن جي دي فانس، إنه رجل أعمال. لدينا الآن بدلاً من رجل أعمال واحد رجلا أعمال عظيمان، وهذا ما تحتاجه بلادنا. أعتقد أنه من المهم أن يختار الرئيس الشخص الذي يشعر بأنه قادر على العمل معه. نحن متحمسون حقاً لجي دي فانس. فانس البالغ 39 عاماً، أحد الجنود الذين شاركوا في حرب العراق، انتخب لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2022 لفترة تنتهي في 3 يناير 2029، وأصبح حينها أقوى المدافعين عن أجندة الرئيس السابق، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة والسياسة الخارجية والهجرة. يعزو فانس الفضل في نجاحه دائماً إلى زوجته أوشا، تقف دائماً إلى جانبه في معظم المؤتمرات وتشكل دعماً كبيراً له وفق قوله. أوشا التي تعتبر من الأقليات في أمريكا نشأت في حي متنوع في سان دييغو من أبوين مهاجرين من الهند. الإعجاب الجمهوري بفانس قابله استياء وتخوف ديمقراطي، حيث عبر الديمقراطيون عن مخاوفهم من نائب ترامب باعتباره من أعضاء مجلس الشيوخ شديدي الميل نحو اليمين والمواقف الأكثر تطرفاً وفق وصفهم.